شيرين شيب اوف يو تخلطنا لل 6:24 دقيقة على شمس فام. تحياتنا لكم الناس الكل، ان شاء الله عشوية سبت ممتازة للجميع، ان شاء الله نهاية اسبوع مريحة للناس الكل. مرحبا بكم كو سوا سور لا بوند اف ام ولا في انترنت على www.shamsfm.net. نحكيو انتاجات فنية ونحكيو عودة للساحة الفنية والغنائية في تونس. فرحان باستقباله بحذانا في استوديو شمس فام النجم التونسي والفنان التونسي واجي لك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا 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 يا وجدي، لاباس؟ شحوالك؟ الحمد لله. الحمد لله والله، الحمد لله. نسألوا لحوالك انت. والله الحمد لله يا ربي. طيب الناس اللي يسمعوا فين يقولوا وجهي لك حل. وينك يا ربي؟ وين فترة الإيه هذيك؟ حاسس روحي ما مسؤولية راه في بالك ولا حاسس روحي كنت طلعت مع سيلي دي جويني وعم علي الرياحي قداش من عام طويك على ستار اكاديمي؟ تبارك الله. برشا تبارك الله. فما 10 فما 12 سنة بالجري في خاطر قصت عامين هي و... دونك تبارك الله، معناها 12 سنة بعد نتجت غنيتين ولا ثلاثة. تبارك الله. واجدي لك حل ضرب بعد وينه؟ بعد إلى لها اليوم 2017 باه باش نرجعوا بعد شوية تحكي لي علاش اخترت انك تبعد على غناية فترة معينة. خلينا نحكيو جديد، نحكيو يا الفقرة. مبروك غنية جديدة الفقرة. يزيني منك ولا قلبي تعبى؟ من شكون بالضبط؟ ومفات هي أول سينجل من ألبوم دو زيرو من الصفر. هذا الألبوم اللي راجع بيه، فما سينجل توا، سينجل في العيد وإن شاء الله سينجل في سبتمبر، هو هبوط الألبوم مع رونتري سكولير. بديت بيا الفقرة. يا الفقرة هو موضوع يحكي على موضوع سوسيال، مش موضوع رومانتيك. يحكي على السيتياسيون اكتويل متاع، معناها كلام قلناه كلنا، معناها يقول فيه البوبل تونيزيان، نقولوا فيه الكاتيجوري كل. دونك موضوع العيشة صعبة، نحكيه على يزيني منك والله قلبي تعبى، اللي هي الفقرة. الغنية مقسمة على دو بارتي. فما البارتي الأولانية تحكي على واحد سيئ فادد، ما عادش ينجم، معناها تغلب عليه الوضع. ومن بعد الدوزيام بارتي، لا باقي شد، صحيح باقي باش نخدم، باقي باش نبدل ما سيتواسيون. دونك هذا هو موضوع الغنية. ستيل جديد، هو إلكترو، هو ستيل اللي أنا راجع بيه. ودايوغ يلفا سانفلونسي حتى على اللايف متاعنا. سينو هذا هو جديد وجدي لك حل. فما الكليب موجود على شين يوتيوب، بيانتو على انغامي وايتيونز. سينو فما زاد سيت اوفيسيال فيه وجدي لك حل .com فيه المعطيات الكل. وان شاء الله ربي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، خاطر من اصعب الحاجات بالنسبه للفنان هو الرجوع. اي جوستومون، انا سؤالي ليك اليوم، اما اصعب البدايه من الاول بعد ستار اكاديمي ولا تو رجوع للصحه الفنيه بغنيه والبوم؟ انا اصعب اون فيت، اسهل حاجه هي لو لونسمون فيا ستار اكاديمي. اسهل ما يكون، هي امنيه كل فن. فما فنانين ما لقاو حظهم كان بعد 20 سنه كارير، بعد 15 سنه محاوله، بعد 4 البومات هذا كل موجودين، يعني بعد 5 6 البومات. نحن جوست ان تالون، جوست موهبه، تو باس ان كاستينغ، تلقى روحك العالم العربي كله يتفرج فيك، يعيش معاك، يربي معاك علاقه كبيره برشا، ومن بعد عندك ان فون كبير برشا تخدم بيها، ان فري كابيتال، وتنطلق. دونك البداية كانت من أسهل البدايات، والحمد لله يا ربي كنت فيها محظوظ برشا. والرجعة نتصورها إن شاء الله، إن شاء الله تكون مسهلة. إن شاء الله إحنا نتمنيه لكل خير الوجه لك حل. اليوم الجمهور التونسي معروف عليه إنه يحب فيسا أو ينسى فيسا. اليوم كيفاش بتذكروا بوجه لك حل؟ اليوم وجه لك حل شنية الوصفة اللي بش يعتمدها بش يذكر الجمهور؟ تيام معناها بش نخرب شوية في الذاكرة متاع التونسي، كيفاش شنو بش تذكروا كيفاش؟
شنو الاستوس اللي باش تعتمدها؟ سؤال ما تبقاش تتوقعه. والله شنو هو واش دي لك حل من تونس؟ كنت ديما نقول ديما سيتي لو بروميير كري في اي لايف. واش دي لك حل من تونس؟ عندنا ستار اكاديمي 2005 2006، وانا في لا تورني غاب. واش دي لك حل مره في التريق؟ واش دي لك حل؟ واش دي لك حل؟ مش نورمال، انا على وعدي. واش دي لك حل يا الفقرة؟ هي الفقرة جوستومون. يلا ما نطولوش عليكم برشا، خلينا نسمعوكم اول مره تسمعوها على شمس اف ام، اغنيه واش دي لك حل جديده يا الفقرة. بعد شويه باش نرجعوا نحكيو على اكثر تفاصيل الاغنيه ورجوعه بالالبوم، وان شاء الله باش نسمعوا اللايف من بعد شويه. جاب الجيتار هو وجونا احلى جو هنا في استوديو شمس اف ام. نضيفنا واش دي لك حل دونك بحالنا في استوديو شمس اف ام، حكينا على اغنيته جديده يا الفقرة ان شاء الله تسمعوها ابتداء من اليوم، ان شاء الله تسمعوها ديما على شمس اف ام. اي شنو باش سمعنا لايف؟ لايف لايف نحن في شمس. يلا نسمعوا شمس. يلا شمس هذي اول غنية انا اول غنية عملتها بعد ستار اكاديمي. يلا الشمس تشرق وتزول، الايام تعدي ونرد الدور، وصورتك سكنة في خيالي ويا مليالي تعدت دموع. الشمس تشرق وتزول، الايام تعدي هنا ارضي تدور، انا وصورتك سكنة في خيالي ويا مليالي تعدت دموع. لا 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 الشمس لا 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 شهور الاسنين تنسيني في نظرة العين، جبال البحور الادين بعدني على زينك يا عين. الايام الاشهر الاسنين تنسيني انا في نظرة العين، جبال البحور الادين بعدني على هزينك يا عين. لا 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 لا. الله الله، برافو. ميرسي. برافو برافو. دونك واش دي لك حل ضيفنا في استوديو شمس اف ام، ان شاء الله حظ موفق. واش دي فرحان الحق انك اول باساج للرجوع يكون في شمس اف ام، ان شاء الله يكون وجهنا مبروك ان شاء الله للرجوع. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي سهل. انا بالنسبه لي انا بصراحه سي ان غون ديفي، رجعه ستيل جديد، موسيقى جديده، السمعة تبدل برشا حاجه تبدلت حتى في ماركتينغ حتى رقم الكوميونيكاسيون. اكزاكتومون شو ان تران دو ريتروفي مي ريبير، وان شاء الله ربي سهل. اليوم كان نقول لك بغنايه، شنو تنجم تعبر شعورك في الايام الجايه بغنايه؟ بغنايه بغنايه اي غنايه جيل بالك. مش نورمال مش نورمال مش نورمال نورمال، محلى زينك محلى هاللون اللي في عينك. مش نورمال محلى زينك محلى هاللون اللي في عينك، عمري ما ننسى فرحت ايدي لحظة مسيت ايدك، على خدودي ضحكة رسمت والقلبي برافو
برافو برافو ضيفنا واش دي لك حل برافو واش دي نخلي لك كلمة الختام شو تقول للناس اللي سمعت الغنية أول مرة شو تحب تقول شو كلمة الختام واش دي لك كلمة الختام واش دي لك حل يا الفقرة تلقاو الكليب على اليوتيوب بينتو على أنغامي ايتونز رجعة بوغ دو بون وإن شاء الله ربي سهل ويغاب بوكو 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 دوتر سربريز دوتر مورسو ودوتر سربريز